قرار استعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية، وهنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضو فيه كثافات بسيطة عند كوبري الجلاء، وهنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة طريق العروبة. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات فيه كثافات مرورية بسيطة متحركة مستمرة لحد وسط البلد. نروح معاكم محافظة الجيزة وبيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وفي تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات أخرى على دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم محافظة المنيا وفي سيولة مرية في عدد كبير من الطرق. طريق الشيخ فضل في سيولة مرية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. طريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة. مكملين جولتنا ونروح محافظة الشرقية اللي الطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق في سيولة مرية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق، لكن الطريق في المتجه من المتجه للعاشر إلى مدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرورية. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان عن حالة المرور، تعالوا نطمن عن حالة الطقس النهاردة. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مدينة العالمين الجديدة 31 درجة.